ويا عم شو حلالها الاسم عم شا عين ميم شين ها لو تسمعني والله اني تزعل. يا عم شا يا عموش يلا لي خذريتي وخليتي القلب مخروش يا دان يا دان المقامات دان 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 يا دان وزين أنا زين وزاري وغير أنا زين تجاري ري ري مو تنقى منو؟ أنا نوال. تفضل حياك الله. واو غرفتك وايد كوزي فيها حميمية. والله ما أدري وش كوزي ذي بس إن شاء الله إنها زينة. لا زينة زينة جبت لك عصير جزر بالبرتقال. إحنا سويتي في بيتنا. إيه طعمه حلو ما شاء الله مثل المطاعم. عليك بالعافية. أقول لك كنت قاعدة وضايق خلقي قلت لك قاعدة أسولف معك العيال بالدوامات. هي حياك الله. سي أقول عمشة أنت ما فكرتي تتزوجين عقب رايلك الله يرحمه؟ ها؟ إيش فيك ما قلت شيء؟ لا ما فكرت. هو ليش؟ أنت للحين صغيرة وجميلة ما شاء الله عليك، ليش ما تتزوجين؟ من طيبك من طيبك ما قصرتي تسلمين. خلي عنك هالسوالف والحكي لا من طيبي ولا شيء، أنت حلوة وصغيرة، ليش ما تفكرين تتزوجين؟ والله يا أختك يعني الرجال ستر للمرأة. وإذا عيالي وافقوا ليش لا؟ وإذا شفت رجال يشيلني ويشيل عيالي بالعكس أحسن. زين إذا كان متزوج؟ عمر عادي الرجال يقدر ياخذ أربع. ما بتشوفي منو اللي داق عليك؟ هذه خويتي تبيني أروح معها الدوام. خويتك أخليك عيال ما بعطلك ها؟ حياك الله.